كثير من الناس تجي بعض الدعاوى ويقول هذه الدعوة كيدية. كيف تعرف ان هذه الدعوة كيدية؟ خلوكم معنا بعد الفاصل. حياكم الله وبياكم في قناة المحامي سعد بن منصور العبنك. يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا واستقبال استشاراتكم وحجز مواعيدكم في المكتب عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم في الشاشة. الدعوة الكيدية، ليس كل دعوة ترفع عليك هي دعوة كيدية. الدعوة الكيدية الدعوة التي لم تحصل وقائعها إطلاقا، مثل أنك تجالس مثلا في أمان الله وفجأة كذا تجيك رسالة من موقع ناجز بتحديد موعد جلسة قضائية. دخلت الجلسة وجدت أن اللي رفع الدعوة واحد من الناس اسمه عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن ذا اصلا ما تعرف ولا بينك وبينها اي تعامل ولا بينك وبينها اي شيء، او ممكن تعرفه مثلا كان جار سابق لك او ما الى ذلك. ويقول عبد الله هذا بن عبد الرحمن، يقول والله انا اقرضت المدعى عليه مبلغ قدره 100,000 واطلب الزامه باعاده هذا المبلغ. في الحقيقه اصلا ما بينك وبينها اي تعامل، فهذه هي الدعوه الكيديه. واغلب ركزوا معي في هذا الكلام، اغلب صور الدعاوى الكيديه لا تكون في القضاء، خصوصا مع نظام التكاليف القضائيه حاليا. أغلب صور الدعاوى الكيدية هي أن تكون شكوى كيدية وليست كدعوى كيدية، بمعنى أن يتوجه هذا الشخص اللي يريد أن يضر فيك، يتوجه إلى أقرب مركز شرطة ويقدم بلاغ أو شكوى كيدي ضدك، يقول أن المدعى عليه قام بسبي وشتمي أو مثلا قام بضربي أو ما إلى ذلك في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. بالحقيقة أنت ما بينك وبينه أي شيء من هذه الأمور، هذه هي الشكوى الكيدية وهذه هي الدعوى الكيدية. وش الحقوق اللي تثبت لك فيما لو قام شخص بيرفع دعوة كيدية ضدك؟ الحقيقة أنه إذا ظهر للدائرة القضائية أن دعوة فلان ضد فلان دعوة كيدية ودعوة باطلة وكاذبة، فيحق لها استناد للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية أنها تعزر المدعي على دعواه الكيدية، ويجب عليها أنها ترفض هذه الدعوة. يعني ما يحكم القاضي برد الدعوة أو صرف النظر على الدعوة، يحكم برفض الدعوة وتعزير المدعي بسجنه مثلا مدة كذا أو غرامة مالية قدرها كذا، ويحق للقاضي أيضا أنه يحيل المدعي للنيابة العامة لعرضه أمام القضاء الجزائي المختص لإيقاع عقوبة تعزيرية مناسبة في حقه. طيب أنت يا المدعى عليه إيش يحق لك من حقوق؟ وإيش تقدر تسوي لو أحد قام عليك عدد من الدعاوى الكيدية أو الشكاوى الباطلة؟ يحق لك أحد أمرين. الأمر الأول أنك ترفع دعوة مباشرة عليه في المحكمة الجزائية وتطلب تعزيره بعقوبة مناسبة يراها فضيلة القاضي لقاء الدعاوى الكيدية التي أقامها ضدك. الأمر الثاني يحق لك أيضا أنك ترفع الدعوى تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بك لقاء هذه الدعاوى الكيدية أو الدعاوى الباطلة. وهذا الأمر أنا فصلت فيه بشكل كبير جدا في مقطع تعويض عن الضرر المعنوي، أبجعله لكم إن شاء الله في البايو. طيب ممكن واحد يسأل يقول أنا ما لحقني ضرر معنوي، أنا لحقني ضرر معنوي وضرر مادي، إني ركبت السيارة وسافرت للديرة الفلانية علشان أحضر مثلا سماع أقوال في مركز الشرطة الفلاني، ومثلا رحت للنيابة العامة وحضرت وراجعت أو كلفت أحد المحامين في المدينة الفلانية لكي يقوم بنيابة عني بالمراجعة، مراجعة النيابة والشرط إلى أن تم حفظ هذه الدعوة. ولو افترضنا أن هذه الدعوة وقيمت فيها دعوة عامة، فأنا كلفت أحد المحامين أيضا أنه يتولى الترافع في تلك الدعوة ودفعت له مبلغ وقدره، هذه من بيعوضني عليها؟ هذه كلها تقدر أن ترفع فيها دعوة تعويض، ليس عن الضرر المعنوي، لأن تعويض عن ضرر المعنوي تعويض مختلف ومنفصل تماما عن تعويض عن مثلا تكاليف المحاماة في الدعوة الجزائية العامة التي قامتها النيابة العامة بناء على شكوى المدعي. تعويض عن الضرر المعنوي تعويض مختلف تماما عن التكاليف التي تكبدتها لقاء تلك الدعوة، فيحق لك ترفع الدعويين وليس الدعوة واحدة، الدعوة تعويض عن ضرر معنوي، والدعوة الثانية هي دعوة التعويض عن أتعاب المحاماة أو المصاريف بمعنى صح للدعوة الأساسية التي أقيمت ضدك، سواء كانت أقيمت الدعوة من النيابة أو أصلا ما أقيمت جرى حفظها، فيحق لك أيضا ترفع دعوة للمطالبة بهذه التكاليف أمام القضاء. اكتبوا لي تحت في التعليقات وش تبوني أتكلم عنها في الحلقات القادمة. الله يوفقنا وياكم، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.